تدخل هذه الزيارة في إطار دعوة تلقاها مجلس المستشارين من مجلس الشيوخ البولندي، وتأتي كذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين، ومن خلال كذلك دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في الميادين الاقتصادية، الطاقات المتجددة، في السياحة، في الفلاحة، وفي كذلك الأمور المتعلقة بالميدان الثقافي وتبادل الطلاب. وأعتقد أن المواحدات التي أجريناها مع كل من رئيس مجلس الشيوخ وكذلك وزير الخارجية ووزير الاستثمارات وكذلك اللجان البرلمانية المشتركة لجان الصداقة ما بين البلدين كانت جد مشجعة على أنه رغبة أكيدة من الجانب البولندي في تنمية وتطوير العلاقات، وكانت مناسبة أيضا للحديث حول المغرب وعلاقة المغرب المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي وكل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وكان الجانب البولندي أيضا متفهما للكثير من قضايا المغرب، خاصة القضية الأولى المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، والتي عبر كل أطراف البولنديين عن دعمهم للمخطط الأممي وعن دعمهم كذلك لكل ما من شأنه أن يكون حلا واقعيا لهذا النزاع المفتعل. كانت كذلك مناسبة للحديث حول التطورات العالمية وتوقيف وتوضيح موقف المغرب من القضايا الكبرى، خاصة الحرب الأوكرانية الروسية، وهي مناسبة أيضا لاستعراض أوجه وسبل كيفية دعم السلم والأمن والاستقرار في العالم وفي هذه المنطقة.